السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدي قناة أبو زيد التعليمية. وإن شاء الله معانا عطل E64 في غسالة توشيبا دايركت درايف الانفرتر. كان أحد المتابعين بعت لنا على الصفحة وكان بيسأل العطل ده عطل إيه. العطل ده زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة، ده عطل الشداد اللي بيركب على جير بوكس زي ما أنتم شايفين كده، ده ضعيف في مشكلة. وطبعا هو كان بيسأل هل هو متوفر. طبعا هو متوفر في الشركة، لو حضرتك مش قدرت ان انت تجيبه من الشركة او مش عارف توصل للشركة، لو حضرتك من القاهرة الكبرى بتنزل حضرتك شارع نجيب الريحاني او كلود بيه، حضرتك بتسأل ان شاء الله عنه او بتصوره وتجيب واحد زيه وتركبه، وان شاء الله بيشتغل مع حضرتك الجهاز. لان هو كلم ناس وناس فنيين جم قالوا له ان العيب المشكله عندك في الكارتة وده مش عيب كارتة، وفي ناس قالوا له العيب عندك في الجيربوكس وده مش عيب جيربوكس، ده عيب شداد زي ما حضراتكم شايفين كده. اتمنى تكون المعلومه اللي انا ضفتها تكون مفيده ليكم ولحضراتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. انتظرونا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.